السلام عليكم، معكم صابر في ناس بالدارجة، وفي هذا الفيديو اليوم غادي نهضروا على الألياف. خليكم معايا. المهم شنو هما الالياف؟ الالياف هو واحد النوع ديال الكربوهيدرات اللي الجسم ديال الانسان ما كيقدرش يهضمهم. وعندنا جوج ديال الانواع، عندنا الالياف الدائبه والالياف غير الدائبه. الالياف الدائبه بطبيعه الحال فهي كتذوب في الماء وكتولي بحال جل، والالياف الغير دائبه فغير دائبه ما كتذوبش، كتبقى بحال هكا قاصحه. المهم الالياف صراحه عندهم بزاف ديال المزايا لجسم الانسان. اول مزيه ولا اول مزيانه ولا المهم شناهي، المهم اول حاجه جيده اللي هي انهم كيساهموا في السلامه ديال النظام الهضمي ديالنا. فالالياف كما كنت كنقول فهم واحد الحاجات اللي الجسم ديالنا ما كيقدرش يهضمهم، بما ان في المصام ديالنا عندنا بزاف ديال واحد البكتيريا صغيره اللي كما كنت قلت كتسمى الجات مايكروبيا، واللي كتساهم في السلامه ديال الجسم كامل صراحه، ماشي غير السلامه الهضميه. فهذه الدور ديالها هو انها كتقد بزاف ديال الحوايج في الجسم، منهم السكر، كتعطي واحد الاحماض الدهنيه اللي كيتغذى عليهم العقل ديالنا. المهم عندهم بزاف ديال الادوار المزيانه للجسم ديالنا، وهاد الميكروبات هادو كيتغذاو على دوك الالياف اللي حنا ما كنقدروش نهضموهم، وداكشي علاش كيعطيونا لي غاز. فملي كياكلوهم كيخرجوا واحد الحوايج اللي هما لي غاز، وكيخرجوا لنا واحد الاحماض الدهنيه اللي قلت لكم كيتغذى عليهم الدماغ ديالنا. من غير هادشي فالالياف واحد الحاجه ضروريه للجهاز الهضمي كما قلت، حيت كيخليونا نحافظوا على واحد الخروج سلس، اي اللي نقدروا الجسم ديالنا يقدر يطرد الفضلات ديالو اللي ناتجين على الماكله بطبيعه الحال. واحد الحاجه اخرى من المزايا ديال الالياف، وكاينه واحد الدراسه كتبين على ان الالياف كتساعد على خفض الكوليسترول في الدم. فالدراسه كتقول على ان الا تبنى واحد النظام غذائي عالي في الالياف، فالنسبه ديال الكوليسترول الخايب LDL كيكون ناقص في الدم ديالنا. الحاجه المزيانه الثالثه ديال الالياف هي انه كيحافظ على واحد التوازن ديال السكر في الدم، اي انه كيريجل لينا السكر في الدم. علاش؟ فكما قلت فالالياف كيديروا واحد الشكل بحال الجل اللي كيكون في المصران، وهذا الجل هذا كيخلي ان الامتصاص ديال الماكله ولا المرور ديال الماكله في المصران تكون ثقيله، تيدير واحد الجل كيبقى داكشي كيدوز ثقيل. اذا حتى الجسم ديالنا ما كيقدرش يمتص الماكله كامله بشكل سريع، فكيبقى كيدوز بشويه، كيعطيه الوقت فين يمتص داكشي بشويه، وبالخصوص الكربوهيدرات الاخرى بحال السكريات البسيطه، حتى هي ملي كنخلطوها مع الالياف فكتولي معقده بطبيعه الحال. ماشي معقده، غير الامتصاص ديالها كيكون بطيء، وبالتالي السكر في الدم ديالنا ما كيطلعش بشكل كبير. واخر حاجه مزيانه ديال الالياف هي انها كيساعد على الحفاظ على واحد الوزن ديال الجسم جيد، حيت كما قلت عاوتاني فالالياف كيخليو زعما المرور يكون ثقيل في المصران، وهذا الشيء كيخليونا نحسو بالشبع لمده طويله، حيت الجسم ديالنا الا كان حاس مازال الماكله عنده في المصران بطبيعه الحال ما يقولش لك نوض تاكل، فهو تيشوف راسو انه مازال كيهضم واحد الماكله، مازال تابع الخدمه، ما يجيش يقول لك زيدني الخدمه، لا يقول لك بلاتي تنسى لي هذه وعاد نشوف ديك الساعه. اما شحال خصنا ديال الالياف، فهنا النسب والقيم كتختلف بطبيعه الحال، ولكن كاين واحد الحاجه اللي كنقولها ديما، هو ان مثلا بالنسبه للعيالات كل 1000 كالوري ياخذوا معاه واحد 10 غرام ديال الالياف، وبالنسبه للرجال كل 1000 كالوري ياخذوا معاه واحد 15 غرام ديال الالياف. دونك 2000 كالوري اللي هي واحد المعدل اللي كياكلو بنادم، بالنسبه للنساء غادي تكون عندهم واحد 20 غرام ديال الالياف، وبالنسبه للرجال ف 30 غرام ديال الالياف، وتقدر تطلع حتى 38 40 50 ماشي مهم 60، كاين نهارات اللي كندخل فيهم 70 غرام ديال الالياف. هذا الشيء غتشوفوا على حسب كل واحد وكيفاش كيتجاوب مع الالياف بطبيعه الحال. الا شفتهم كيسبوا لكم واحد الانتفاخ كبير فغادي تبعدوا منهم بطبيعه الحال، وخصكم تبعدوا منهم وتقللوهم. والا عاوتاني كانوا كيديروا لكم الكونستيباسيون، اي كانوا كيديروا لكم القبض، فعاوتاني خصكم تقللوا من الالياف. اما عاوتاني الا ما كانش عندكم الخروج بشكل منتظم ولا شي حاجه، فنحاول انني نزيد النسبه ديال الالياف. المهم صراحه هو ان النسبه ديال الالياف غتختلف ما بين واحد لواحد، فدونك خصكم تحاولوا انكم تاخذوا واحد الرقم تقريبي وتشوفوا كيفاش الجسم ديالكم كيتفاعل مع ديك النسبه ديال الالياف اللي خديتو. والمهم هو اننا ما نحيدوهمش بشكل قطعي من النظام ديالنا، وثاني ما نكثروهمش بشكل كثير،
الا كانوا كيضرونا. المهم دابا غادي نقول لكم 10 ديال المصادر اللي نقدروا نجيبوا منهم الالياف ديالنا، وغنبداو باول مصدر اللي هو اللوبيا البيضاء. بطبيعه الحال انا كنهضر تقريبا على كاع القطانيف، هما غنيين بالالياف، ولكن اللوبيا البيضاء كيبقى هو على واحد بتقريبا 11 غرام ديال الالياف كل 100 غرام ديال اللوبيا البيضاء. بطبيعه الحال ما طايباش. المصدر الثاني بطبيعه الحال اللي عالي تو في الالياف، عندي لافوكا تقريبا كل 100 غرام ديال لافوكا فيها واحد 7 غرام ديال الالياف. المهم مصدر واحد اخر ديال الالياف هو بذور ديال الشيا، وكل 100 غرام بذور الشيا كتعطيني تقريبا 34 غرام ديال الالياف. كتجيني القرعه الحمراء تقريبا كل 100 غرام ديال القرعه الحمراء فيها 4 غرام ديال الالياف. مصدر اخر عاوتاني فعندي جلبانه الخضراء، كل 100 غرام جلبانه الخضراء فيها تقريبا 6 غرام ديال الالياف. عندي تقريبا المورقات الخضراء بحال غادي نقول لكم بحال الصبانخ، بحال السلك، بحال الرجله، فكل 100 غرام تقريبا فيها واحد 4 غرام ديال الالياف. عندي بطبيعه الحال معجنات الكامله، فعندي كل 100 غرام المعجنات فيها تقريبا 4 غرام ديال الالياف. عندي الفواكه بحال الليمون، فعندي كل 100 غرام الليمون فيها تقريبا 2 غرام ديال الالياف. عندي بطاطا الحلوه فكل 100 غرام فيها 3 غرام ديال الالياف. ومهم كاينين بزاف صراحه ديال المصادر ديال الالياف. الخضره تقريبا كامله طالعه في الالياف وناقصه في الكالوريز. عندي كذلك الفواكه تما فيهم الالياف، احسن الفواكه اللي فيهم الالياف هما الانواع ديال التوت كما كنت شرحت في هذيك الفيديو. نحاول نركز على البذور ولا الحبوب الكامله بحال دابا الشوفان تا هو غني بالالياف. بزاف ديال الماكله الصراحه اللي كناكلوها الحمد لله في المغرب اللي فيها الالياف، وهذا الشيء علاش في المغرب صراحه بنادم ما كيعانيش من نقص ديال الالياف الا كان كيدخل الخضره والفواكه، ولا كان كياكل واحد الماكله مخلطه. ففي المغرب الحمد لله ما عندناش هذا المشكل ديال الالياف. المهم هادو كان واحد المصادر خفاف تقريبا، كاينين بزاف ديال المصادر كما قلت ديال الالياف، فداير بزاف ديال البوست على الالياف في انستغرام، وغادي نحاول ندير واحد البوست واحد اخر عاوتاني فيه الالياف. المهم حاولوا انكم تاكلوا الالياف ديالكم في النار، وهذا كان معكم صابان فيتنس بالدارجه، ونبقى معكم ديما وبالدارجه. تهلاو.